السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، نقدم مع بعضياتنا بيسكوي كيجي أكثر من رائع، بالدقيق الكامل وكذلك بالنخالة، مكونات صحية والنتيجة جد رائعة. أتمنى أنكم تجربوه من الإعجاب ديالكم ولوليداتكم. إذا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة، نتمنى أنكم تشتركوا وتفعلوا الجرس. ودابا نمروا للطريقة والمقادير. دابا بالنسبة للمقادير ديال البسكوي ديالنا، كما كتشوفوا مقادير بسيطة ونتيجة رائعة. إذا بالنسبة للمقادير، عندي هنا 150 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ. أنا هنا عندي مخلطة ما بين ديال البواطة وديال الزبدة الحيوانية، يمكن لكم تستعملوها كلها زبدة سبيسيال، يعني زبدة من أصل حيواني، أو لا مارغارين اللي متوفر عندكم. كذلك عندي هنايا جوج كيسان ديال النخالة، هي كما كتشوفوا أنا حمرتها فوق المقلاة عافية مهيلة، جوج كيسان. كذلك عندي هنا كأس ونصف ديال الدقيق الكامل، زودت له فقط النخالة الغليظة وخليت النخالة رقيقة كما كتشوفوا، كأس ونصف. كذلك عندي كأس ونصف من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، كأس ونصف من الدقيق الخاص بالحلويات. عندي هنايا تقريبا 3 معالق كبار ديال السكر كلاصي، وكيبقى على حساب الذوق، يمكن لكم توصلوا حتى 4. واللي بغى يلصق البسكويت بالشوكولاط من الأحسن ينقص. عندي خميرة خاصة بالحلويات من فئة 8 غرام، وكذلك عندي الكراميل فلون كراميل. هنايا عندي الكبيره، غادي ندير فقط النصف ديالها، يمكن لكم ديروها كامله. اللي كيبغي نكهه الكراميل تكون مجهده في البسكويت، يمكن ليه يديرها كامله اولا النصف. يمكن لكم تنكهوا حتى يعني فاني، قشره البرتقال، قشر ديال الحامض، كيبقى لكم الاختيار. وغادي نحتاج لكميه من الحليب البارد على حسابيت الخليط. ودابا نمروا للطريقه. على بركه الله نحطوا الزبده، من الأحسن تكون بحرارة المطبخ باش تسهل لنا الخدمة. نضيف قبصة الملح، نضيف السكر كلاصي، نخدموا هاد المكونات كما كتشوفوا معنا. ملي كتكون الزبده يعني بحاله المطبخ كتعاوننا. هكا غادي نضيف النواشف، نخاله، كذلك الدقيق الكامل. عندي الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، نضيف الخميره. اذا نضفت الخميره، دابا غادي نضيف الفلون نكهه الكراميل. نحاول نرمل هاد النواشف مع الزبده اللي عندي. إذن كيف ما كتشوفوا ها هو الخليط بعد ما رملته. دابا غادي نبقى نضيف الحليب يعني شويه بشويه حتى كنتحصل على العجينه متماسكه. جوج، ثلاثه، اربعه، غادي ندير 4 المعالق ونجمع ونشوف واش كافي او لا خصني. ما تسرعوش تضيفوا الحليب بالزايد باش ما تجراش لكم العجين. هذا البسكويت كيجي مقرمش ولذيذ بحكم انه فيه النخاله والدقيق الكامل. يمكن لكم الدقيق الابيض تعوضوه بالدقيق ديال الشوفان، وكما يمكن لكم بالنسبه اللي كيدير ريجيم السكر كلاصي عوضوا بالسكر الاسمر. نزيد واحد المعلقه،
هو بدا كيتجمع. إذن هذا هو العجين صافي، ما غاديش نزيد ليه خمسة المعالق اللي هز ليا، غنديرو في بلاستيكة يرتاح واحد شوية ونتلاقاو إن شاء الله. ارتاحت لينا العجين كما كتشوفو، غادي نديرها من بين جوج بلاستيكات ونطلقها ونقطعها بالمرشم، يعني المرشم اللي حبيتو نتوما، مربع مثلث دائري كيفما حبيتو. أنا غادي نديرها دائرية يعني بحال البسكوي اللي كيتباع. اذا صافي، من بعد ما طلقتها ما كديروش نتا بحال الرقيق بحال الصابلي، كيكون شويه خصوصا انك تو غادي تلصقوه، عفوا انك تو ما غاديش تلصقوه، من الاحسن ما ترققوش بزاف. بالنسبه للتقطاع كاينين يعني كيبقى الاحجام والاشكال الاختياريين. انا غادي ندير هذا من قبل، غادي نثقبو، يمكن لكم تثقبو العجين ديالكم بهذه اولا بفرشيط اولا بمشطه تكون مخصينها فقط للحلوه. صافي، من بعد كنقطعو عادي يعني بالقطعه، هو البسكوي ديالنا. من الاحسن تفرشوا ليه بابيو سوفيليزي، الفران غادي يكون سخون من قبل، غنكونوا ديجا سخناه ونقصوا ليه العافيه باش ياخذ وقته في الطياب ويجينا مقرمش. بالنسبه للعجينه اللي كتبقى ما كندلكوهاش، يعني بحال الصابلي كنحاولوا فقط هكا نجمعوها في الاطراف ديال البلاستيكه. صافي، غادي نعاود نطلقها، نعاود نقطع، نستمر حتى نكمل العجينه كامله اللي عندي. وهذا الشكل النهائي ديال البسكوي ديالنا. يمكن لكم تلصقوا جوج بالشكلاط اولا تخليوه هكا، راه كيجي لذيذ كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم.